عاقلة. يعني ماذا؟ يعني أن العقل هنا، أن العقل هنا بلغ مرتبة الكشف هناك. التفت لهالنقطة، لأن العقل ليس له مرتبة واحدة. أليس عندنا في الروايات أن الحج سلام الله عليه عندما يأتي يضع يده على رؤوس الناس فيصبح عقل الواحد بأربعين عقلا، ويصبح عقل الواحد بخمسة وعشرين عقلا، وهكذا رواياتنا تقول. ما معنى؟ يعني واقعا ما كان هنا بالنسبة إلي ما لا يمكن بعقلي أن أصل إليه، بعد في زمان الحج بعقله أن يصل إليه أو لا يمكن؟ بلي بلي، نعم يمكن أن يصل إليه. كذلك ما لم يكن يمكن الوصول إليه في تلك الأمم إلا بالكشف والشهود، إلا بأن يضع على ماذا؟ إلا بالانخلاع من القوتين. هنا يمكن الوصول إليه ماذا؟ من خلال حبائل هاتين القوتين.